مشاهدينا لتفاصيل أكثر ينضم معي مباشرة من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم. بابا مساءك سيد وفاء. أولا، إلى أين وصلت قضية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، خاصة أن تركيا أعلنت أنها ستستئنف تشغيل خط الأنابيب خلال الأسبوع الجاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة حضرتك، تحية طيبة للزميلك، تحية طيبة لجميع مشاهدي قناة الرشيدين. طبعا نحن نلاحظ بجدية أن هناك مماطلة في عدم تنفيذ هذه الاتفاقية، وخاصة المماطلة هي بين من الحكومة العراقية مع الجانب التركي. فتم تسليم الملف النفطي في 4/4 باتفاق بين السيد منصور برزاني والسيد محمد الشيع السوداني، والآن الملف النفطي كاملا هو بيد شركة سومو. وبعد الزيارات وفود نفطية إلى تركيا، وأيضا زيارة الوزير الخارجية التركي أركان فيدان إلى بغداد، وأيضا زيارة وزير الطاقة التركي إلى العراق، تم ببعض المطالبات. العراق يعلم جيدا والحكومة الاتحادية تعلم بأن الشروط التركية هي ليست فقط متعلقة بالنفط، هناك مطالبات أمنية ونفطية ومائية كلها متعلقة بملف واحد. ولهذا تنفيذ اتفاقية السنجار الأمنية هو أحد الشروط لاستئناف تصدير النفط، وأيضا المطالبة بإعطاء 6 دولارات لكل برميل عبر الأراضي، هذه أحد الشروط، وأيضا مطالبة العراق بالتنازل عن المبلغ الذي حددته محكمة باريس بإعطاء تعويضات 1,400,000,000 دولار، أيضا هذه أحد الشروط. هذه الشروط هي لم تكن تعجيزية كثيرة، لأن العراق خسر خلال توقيف استئناف نفط اقليم كردستان تقريبا 6 مليارات دولارات، كل شهر العراق يخسر 1 مليار دولار، لان الملف النفطي حاليا اصبح على الموازنه العراقيه حمل ثقيل. ولهذا حتى هناك رسائل من وزير الطاقه التركي قبل يومين عندما قال سنبدا تصدير النفط، انا اعتقد هذه رسائل سياسيه على الجانب العراقي ان يدرك جيدا ان عدم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان عبر اي طريق اخرى سيكون له عواقب اخرى. يعني وما اسباب هذه المماطله التي اشرت اليها من قبل الحكومه، والخساره هي خساره تقع على جانبينا التركي والعراقي على حد سواء، يعني وكيف يعني حددت وتم تحديد مده خلال الاسبوع المقبل مده معينه لاستئناف تشغيل الانبوب؟ هذه نعم لا، هاي الخسائر هي واضحة، يعني هي واضحة الخسائر. أنا أستغرب كيف الجانب العراقي يتحمل كل هذه الخسائر. خسائر فقط من أجل مكاسب سياسية ومن أجل أضعاف الإقليم، لأنه أنت لا تنسين حتى بالموازنة حددت 400,000 برميل يوميا أن يعطى، أن يسلم من الإقليم إلى بغداد، بالمقابل بغداد نترسل الموازنة. وهناك حجة الآن لدى الجهات السياسية بأن الإقليم لا يسلم 400,000 نفط يوميا، مع أن وزير النفط قال نحن نسلم يوميا 100,000 برميل، ولكن حتى 300,000 برميل الباقية العراق هو الذي لا يستطيع أن يبرم الاتفاق مع الجانب التركي، لذا احنا نعتبرها مماطلة سياسية هاي أولا. ثانيا، بالنسبة ل كلام تصريح وزير الطاقة التركي عندما قال سنبدأ استئناف النفط في هذا الأسبوع، أنا أعتقد هذه رسالة سياسية على الجانب العراقي أن يدرك، وهي رسالة بها تحذيرية بأن لا يتم إرسال نفط الإقليم إلا عبر الأراضي ميناء جيهان التركي، وأن لا يفكر العراق ببديل آخر، لأن سيكون هناك عواقب، والعواقب هي أعتقد سيكون هناك دقيقة لخلص هذا الكلام، ستكون هناك عواقب مائية، لأن الجانب التركي يستخدم الملف المائي لهذا الموضوع أيضا. هذا تصريح خطير يعني من قبلكم سيد وفاء. طيب، هنالك من يقول أن المحادثات لاستئناف الصادرات ما زالت مستمرة، أنت ترى أن الحكومة تماطل، برأيك ما مدى جدية تركيا بالجانب المقابل بحل الملفات العالقة ومنها تصدير النفط؟ المطالب التركية هي واضحة. المطالب التركية أولا الملف الأمني، تنفيذ اتفاقية السنجار، طرد حزب العمال الكردستاني، تصنيف حزب العمال الكردستاني بمنظمة إرهابية، هذه أحد المطالب الرئيسية، وهذه المطالب أيضا مشروطة بالملف المائي. هناك استحقاقات مائية، الجانب التركي دائما يستخدم المياه كسلاح، ونحن الآن في العراق
لدينا حالة تصحر، لدينا حالة عطش، يعني لدينا بحاجة كبيرة إلى مسوب المياه الذي قطعته تركيا. وأنا أعتقد بأن سلاح تركيا أصبح سلاح قوي جدا، وليس من المعيب أن يتم الاتفاق الأمني بطرد بعض هذه المنظمة، وهو لصالح العراق، لأن هذه المنظمة هي محظورة عالميا. وحتى البرلمان العراقي في 2020 قرر بطرد جميع المجاميع المسلحة، ولكن لحد الآن المستغرب لماذا العراق لا ينفذ اتفاقية السنجار هاي أولا، وثانيا لماذا لا يتفق مع الجانب التركي على استئناف نفط إقليم كردستان، لأن حتى زيارة الرئيس التركي هو مرهون بتنفيذ هذه الاتفاقية الثلاثة. نعم. التي تحدثنا طيب. عنها. طيب ما تعليقكم على تحذيرات شركات نفط نفطية عاملة بالإقليم التي تطالب بدفع مستحقاتها لاستئناف الإنتاج، كيف سيتم معالجة هذه المسألة من وجهة نظرك؟ بعد 4/4 بعد الاتفاق النفطي والحكومي بين السيد منصور برزاني رئيس حكومة الإقليم والسيد محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية، أصبح الملف النفطي كاملا على عاتق جانب العراقي، العقود، التعويضات، كل هذه العقود تم تسليمها. إذن الشركات عندما تطالب من الإقليم أيضا تطالب الحكومة الاتحادية، لأن توقيف استئناف نفط إقليم كردستان هم سيكونون المتضررون أولا، حتى الحكومة العراقية تكون متضررة. ولهذا أنا أعتقد هذا الملف متعلق بوزير النفط التركي، العفو، وزير النفط العراقي مع الحكومة العراقية أكثر مما هو متعلق بحكومة إقليم كردستان. وما مقدار مديونية هذه الشركات لصناعة النفط يعني، ومن يتحملها أصلا؟ هل بإمكان حكومة الإقليم حل مشكلة المدفوعات، أو الأمر أصبح بيد بغداد حصرا؟ أكيد الأمر أصبح بيد بغداد حصرا، لأنه ما دام سلم الملف النفطي إلى بغداد، وبغداد منعت الإقليم من تصدير النفط، إذن الملف النفطي حاليا بيد بغداد، وبغداد هي الآن تبرم العقود معهم بموافقة الإقليم. ما يريده الإقليم هو فقط شيء واحد، هو إعطاء إرسال حصة الموازنة المرهونة ب 400 ألف برميل نفط يوميا، هذا ما يريده الإقليم. لذا كل شيء عندما يتعلق بالملف النفطي، نعم، هو يتعلق بحكومة بغداد. طيب في حال استئناف تصدير نفط الإقليم، هل سيؤثر ذلك على كمية تصدير النفط في الجنوب؟ لا أبدا، بالعكس، يعني هو 400 ألف برميل، وحتى هناك 100 ألف برميل آخر من كركوك، سيتم استئناف تصدير نفط 500 ألف برميل يوميا عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان تركي. وهذا المطلب هو ليس فقط مطلب تركي، حتى هو مطلب أمريكي ومطلب الآن. هذا لا يؤثر أبدا، لأنه هو يكون النسبة بوينت يعني 1% لمستوى الإنتاج الأوبكي. هذا سيكون يعني أعتقد حتى إن كان هناك تخفيض سعر النفط سوف يؤثر دولار أو دولارين، لا يكون هذا التأثير الكبير على نعم. إنتاج النفط في البصرة، نعم، أو على إنزال سعر النفط العالمي. إذن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد وفاء محمد كريم، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا.